جولة جديدة من معضلة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تعز تعود إلى الواجهة، ولكن بشكل أكبر مما كانت عليه سابقاً. بسبب انتشار هذا الوباء، استغلال التجار لانتشار هذا الوباء، وباء كورونا، وعدم المراقبة من السلطة المحلية في المحافظة. في ظل الوضع المعيشي المتردي منذ انقلاب ميليشيا الحوثي قبل نحو 6 سنوات، تدهور الوضع الاقتصادي، ما أدى إلى تضاعف أسعار المواد الغذائية مرات عدة، حيث أحالت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق. المواطن يعاني من حالة الأسعار يعني، وظروفه المعيشية ظروف سيئة، وحالته يعني ترثى له، والتجار كل يوم يرفعوا الأسعار يعني شوية شوية، والدولة غائب عن هذا كله، ولا في رقابة ولا محاسبة. الوضع الصحي والأمني في العاصمة المؤقتة للبلاد هو المبرر للتجار هذه المرة، لكنهم فتحوا باب الجشع على مصراعيه، مستغلين الغياب الكامل لدور الجهات الحكومية. مغلقين، ما فيش يقدروا يشتروا، وهنا التجار الكبار رفعوا الأسعار زائد، أصبحت الإنسان اللي باع التجزئة زي هذا المحل يعني مفلس الآن، عاد باقيش معه، باع التجزئة خاصة، والمواطن تعبان، والأمراض كثيرة، والكرفس، وهذه كورونا. المصائب لا تأتي فرادى، فعدم انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، وانعدام مصادر الدخل، والحرب والحصار، كل هذه المصائب تجعل المواطن يتقلب على جمر الأزمات، خصوصا في ظل انتشار الأمراض والأوبئة، وفي مقدمتها كوفيد-19. حرب وحصار وقلق وتدهور في الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى رعب خلفه تفشي فيروس كورونا، في ظل غياب تام لدور الجهات الحكومية. وعلى هذه الهيئة تمضي حياة اليمني الذي بات تتجاذبه أكثر من معضلة، لكن يبقى الوضع على ما هو عليه. فوز الحمادي، قناة بلقيس، تعيش.